السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اون فاتريتي لا فاكتور دو فاكتور دو افيك ريدكسيون اي افيك ماجوراسيون. نحاول نقسمهم لدي كابسول فيديو صغيرين باش نفهموا احسن وما تملوش طبيعه الحال. نبداو على بركه الله. دونك لا بروميير بارتي اللي غادي نشوفو في لا فاكتور دو ريدكسيون سور فاكتور، ريدكسيون ا كاركتر كوميرسيال، ريدكسيون ا كاركتر فينونسي. يعني دونك هنا نحاولوا نعرفوا الفرق ما بين هاد الجوج هادو ونشوفوا كيفاش كندوزوهم في الجورنال. من بعد ندوزو الرقم جوج اللي هي فاكتور افيك ماجوراسيون. ملي كنهضروا على الماجوراسيون كنا كاينين ثلاثه، تافيا ترونسبور لومبالاج. دونك نشوفوا لا تافيا سي الكوتي فيسكال، نهضروا عليها شي شويه وغادي ناخذ فيديو خاص بلا تافيا. من بعد ندوزو الترونسبور ونشوفوا الحالتين الاكثر تداولا، وترونسبور دي بور وترونسبور فورفيتير، نعرفوا الفرق بيناتهم وكيفاش كيدوزو في الجورنال، وغادي نختموا بلي زومبالاج. اوكي دونك ريدكسيون سور فاكتور. Lorsqu'on parle de réduction sur facture, on a deux types de réductions qui peuvent accompagner la facture d'oie. On a les réductions commerciales, les réductions financières. Donc, on a juge. Donc, on a une main, on a une combinaison. Mais quand on dit réduction commerciale, on a une relation avec le bien-être. Donc, on dit que tu as fait des tigeries, ou tu as fait des maliens, ou tu as une relation avec les smita, les comptes, on a une relation avec l'ADA. Yani, il a fait la séquence de l'échéance qui est à toi. يعني الفورنيسور كيعطي الكليون اسكونت، الى خلصتي او كونطون فورنيسور كيعطي الكليون واحد الاسكونت. تري بيان، دابا غادي نشوفو لو تريتمون كونطابل، وهذا هو اللي كيهمنا بشكل كبير. وملي كنهضرو على لو تريتمون كونطابل كنعرفو بان الكالكول بعدا كيفاش كيدوز. قلنا الكالكول اي سو في اون كاسكاد. غادي نشوفو هاد ليكزومبل هنا وغادي ندوزو ليكريتور شي لو كليون اي شي لو فورنيسور. دونك ناخذ هنا الفاكتور رقم، هذا كيتسمى هادشي لي اونكادري كيتسمى لو ديكونت دو لا فاكتور. لو ديكونت دو لا فاكتور كنبداو بالمونطون بروت. مثلا عندنا الغوميز ان بورسونتاج، هنا كنحيدو الغوميز كيعطينا سكون ابل نيت كوميرسيال. من بعد كنحيدو الغبي كيعطينا لو دوزيام نيت كوميرسيال. اي ابري كنحيدو ليسكونت كيعطينا سكون ابل نيت فينونسي. دابا هنايا في هاد الفاكتور عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال و لي ريدكسيون فينونسيير. هنا للتذكير شنو قلنا قبيله، شنو قلنا في الفيديو السابق؟ قلنا بان لي ريدكسيون كوميرسيال نو سون جامي اون روجيستري، يعني ما غيتسجلوش في الجورنال. دونك باش غادي نبداو، غنبداو بلو دوزيام نيت كوميرسيال هو اللي غيتسجل في الجورنال. اوكي، وشنو غيتسجل اخر؟ غيتسجل لي سكونت وغيتسجل لو نيت فينونسي في هذه الحاله. دونك شحال من اليمون؟ واحد جوج ثلاثه. تري بيان، دونك انا كليون انا شريت. دونك اشا دو مارشانديز باش غتدخل بلو ديرني نيت كوميرسيال، هادي كقاعده ديما كيدخل بلو نيت كوميرسيال. ولي سكونت، لو سكونت سي اون ريدكسيون، دونك غادي يكون في الكريدي 7386 غيكون بمونطون دي سكونت. وكيبقى لنا لو نيت فينونسي. لو نيت فينونسي توجور كيدخل في لو مود دو بايمون، دو مود دو بايمون. باغ اكزومبل غيكون عندك اشا دو مارشانديز باغ شيك. ملي كنقولو باغ شيك يعني بونك غيكون في الكريدي. الا قلنا باغ اسبيس دونك كاس غيكون في الكريدي، ولا قلنا كريدي غادي يكون فورنيسور. دونك الا كانوا عندك بثلاثه دونك غادي ديرهم ثلاثه في الكريدي. دونك خلاصه القول غنجيو لهنا كنديروا لا دات دو لوبيراسيون. اشا دو مارشانديز لو كونت 611 في الديبي بلو ديرني نيت كوميرسيال. في الكريدي شنو غادي يكون؟ غيكون لو مود دو ريغلومون اي ليسكونت اوبتونو، ليسكونت اوبتونو باغ لو مونطون ديسكونت. وما ننساش في لي بيلي كنحط الرقم ديال لا فاكتور. سي بون، نفس الشيء غادي نديروه بالنسبه لشي لو فورنيسور. شي لو فورنيسور لا دات لوبيراسيون بيان سور هذا عنده لاشا. دونك انا شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي الفونت. دونك شي الفورنيسور غنديرو فونت دو مارشانديز في الكريدي باش بلو ديرني نوت كوميرسيال. و بيان سور لي مود دو ريغلومون دونك غيكونوا في الديبي بلو مونطون نيت ابيي. و غادي نديبيتو اوسي اسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي انا اللي عطيت هاد الريدكسيون، دونك سي اون شارج بور موا. انا كفورنيسور كندا، دونك جو بارل جو سوي ان فورنيسور، دونك عطيت ان اسكونت. اسكونت بور موا سي اون شارج. اما بالنسبه لو كليون، الكليون استفاد منها. دونك سي كوا؟ سي تان برودوي ديما كيكون في الكريدي بالنسبه لو كليون، اسكونت اوبتونو. وبالنسبه للفورنيسور كنديرو اسكونت اكوردي. نتمنى ان هاد الفقره نالت الاعجاب ديالكم، ونشوفكم في التتمه فيديو لاحق ان شاء الله نخدمو الفاكتور افيك ماجوراسيون ايتاب باغ ايتاب. القاعده هنايا ديما ان لاشا دو مارشانديز كتسجل باش
بلو ديرني نت كوميرسيال الا كانوا عندك لي ريدكسيون كوميرسيال. الا ما عندكش غادي تسجل بالمونطون بروت. جو ريبيت دونك الا كان عندك دي ريدكسيون كوميرسيال كوم رابي روميز ريستورن كنسجلوا لاشا بلو ديرني نت كوميرسيال. الا ما كانوش عندي كنسجلها بالمونطون بروت. سي كلير. اي لو مود دو ريغلمون ديما كيدخل باش بالنت ابيي بلو ديرني مونطون هاد لو نت فينونسي اللي كنهضروا عليه الا كان هو الاخير كنسميوه لو نت ابيي. اوكي ديما كيكون لو مود دو ريغلمون كيلكو سوا بون كاس فورنيسور كليان. اسكونت الكليون كيكون عنده في الكريدي اسكونت اوبتوني سيت ان برودوي وعند الفورنيسور كندخلو اسكونت اكوردي 6386 سي اون شارج بور الفورنيسور. فوالا هذا ما جدت به قريحتنا لهذا اليوم والى اللقاء في دي فيديو لاحق. السلام عليكم دمتم في رعاية الله.